وهناك مهرجانات شعرية تنطفي بانطفاء أضواء مسارحه. أكثر الشعراء الموجودين لهم علاقات سيئة تراوحت مع أعداء أهل مكة. هذا الكلام ما ينطبق بس على المهرجانات الشعرية. هناك من يعمل من 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 تحت الطاولة لتغيير بعض المعايير وإبراز بعض الأسماء. فأصبحت في النهاية هذه الحلقة تصب في هدف واحد اللي هو إيش؟ الاقتصاد. أصبح هناك في دول معينة لا يعرف منها إلا شاعر واحد في كل المهرجانات. أعتقد من الظلم أن إذا ركزنا بس قلنا أنه مافيا. بتسمي الحلقة البارح قلت هذه الحلقة الخضراء. والجمهور يجيب لك إيش؟ المعلن. والمعلن يجيب لك إيش؟ الفلوس. عارفون بعضهم وأصبحت شيئني وشيئلك على مثل ما يقول المثل المصري. كل الطرق تؤدي إلى روما. أنا أقول كل القصائد تؤدي إلى أبو ظبي. النقائض والرديات في الشعر في الحلقة القادمة من المغارب.